تفضل. كتاب الاول محمد اشرف عبد الغني راجل، كتاب الثاني مصطفى محمد مصطفى الميهي، كتاب الثالث الطبعات في رمضان عوان، كتاب الرابع عزام اسماعيل عبد الحكيم البخت. ندب السيد الاستشار مرتضى منصور شرفنا هدومه من القاهرة لينا بنقدم سيادته مترافعا عنا وعن والد المجد عليه وبعتيد يبقى فيه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا بشرفني أن أنا أحضر مع كوكبة من الأساتذة الأفاضل المحامين محافظة المنوفية، بس أنا ليه لو تنزل يا فندم بعض الأسئلة للمتهم الأول كان حضرتك أقولها. ده يعني سؤالين بس. دفاع مع المتهم الاول انا حافظ. يعني لسه ما قلتش حاجه. لسه المتهم الاول انا كدفاع مع المتهم الاول. لو انا بوجه المحكمه والمحكمه يا طول بقى انا بوجه المحكمه والله طب. طبعا يا فندم. هو السؤال الاولاني يا فندم، المتهم سافر السودان قبل كده؟ لو عندك معلومه لا بالدفاع. لا بسأل بس حضرتك ممكن نسافر او ما سافرش. هم على فكرة هم سؤالين. متهم سافر السودان، متهم دخل كلية تجارة ولي عم اسمه محمد عبد الغني محمد راجح هنقب لكده بدخوله كلية تجارة سنة أولى. بس سؤالين سهلين جدا، لو حصل حصل ما حصلش ما خلص، الموضوع سهل جدا يعني. المحكمة رفضت رفضت رسئلة الاستعدادات. تفضل. هو طبعا المشكله هنا هو قانون الطفل 12 لسنه 96 والمعدل، لان اللي بيطالبوا بحق البنا لازم يعرفوا انه كل حد عمل واجبه. يعني الشرطه عملت واجبها وقبضت على المتهمين الثلاثه في ظرف 24 ساعه. النيابه العامه حققت تحقيق محترم جدا جدا وعملت المعاينه وجابت ادله الثبوت. القضاء العادل المحترم بدا من النيابه العامه لما طلب الطب الشرعي، جه تقرير الطب الشرعي مطابق لما وصفته النيابه العامه. لكن هي المشكله هنا هو في هذا القانون، والبعض قال طب ما هو القانون ده بيتعدل. للاسف الشديد ان الماده 80 من الدستور لاول مره نشوف ماده بتحدد على سبيل الحصر سن ان الطفل اقل من 18 سنه. ازاي يعني النهارده لما اقول في عوار تشريعي وعايز اعدل الماده عايز اعدل القانون المعدل دون اصلا مفيش حاجه اسمها طفل عنده 18 سنه. لا ده شاب وراجل عنده 18 سنه، ولما بينزل تصويت الانتخابات رئيس جمهوريه او مجلس الشعب او اي مكان او مجلس النواب 18 سنه ده راجل. فلما اجي حضرتك النهارده اديله كل هذه الميزات واقول نمره واحد في الماده طبعا دستور 180 خلاص، ما هو عشان نعمل تعديل لازم نعدل الدستور، لان يا ريت هي ماده بس في القانون اللي هي الماده 2 لكن ايضا ماده 80 من الدستور. فعندما نطالب بحق البنا انا اتصور ان المحكمه عاجز، انا اسف يعني، لانه النص واضح مفيش اعدام مفيش سجن مؤبد مفيش سجن مشدد، كل المادة الدكتورنا 111 هو السجن، وطبقا المادة 116 من كل العقوبات من 3 ل 15 سنة. ازاي ويودع في إصلاحية؟ ازاي ويطبق عليه المادة 17 من قانون العقوبات اللي بتدي برضو ينزل بالدرجات؟ يبقى اذا حق البنا مش عند قاضي جليل، حق البنا اضاعه دستور اعور وقانون سفيه. وعشان كده الناس اللي بتطالب بره
الإعدام الإعدام الإعدام. القاضي عاجز، ما هو ما عندوش نص، ده بالعكس ده عنده نص استثنائي يقول له لا السجن وإصلاحية. حتى اللي دعا بالحق المدني ملوش حق يدعى بالحق المدني. ف طبعا أستاذ الأفاضل ترفعوا الحضور مع والد المجد عليه. أنا باختصار شديد احنا بنتكلم عن مبنى 231 31 32، هذا القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد. سبق الإصرار ازاي؟ لا دينية مبيتة، ده راحوا له عند البيت، وحضرتك طبعا قريت الرسالة اللي أنا أحرج إن أنا أقولها، شيء بشع، ألفاظ بذيئة، سب دين، كلها استفزازات عشان ينزل ويتقتل. تنبه ومنزلش، فالإصرار عرف إنه رايح الدرس بتاعه، والتلاتة انتظروه. جريمة واضحة المعالم، اللي محضر السيلفي واللي محضر المطوى واللي محضر نفسه في المقابل، لو جري من هنا هاتوه من هنا. ايه ده؟ فين ده؟ في بشر؟ انا ما شفتش كده. انا سنة 70 وبعدين نيابة وبعدين اشتغلت في القضاء وفي المحاماة، لم ارى مثل بشاعة هذه الجريمة. انتظروا وحضرتك عورته، اديت له واحدة في وشه وتحت عينه، مش انت عايز تربيه؟ وهنا بقى القصد المتعمد للقتل، وديت له واحدة في بطنه من ناحية الشمال وجري. هو لما كان بيجري يا ترى كان بيقول لهم ايه؟ كان بيستنجد بايه؟ بيقول لهم ايه؟ ارحموني مثلا؟ ربنا بيرحم، هم مرحموش للأسف الشديد، وصمموا انهم يقتلوه. التقم التالت قبله عشان يمسكه، عشان يديله المتقم الاول الطعنة القاتلة اللي جت بقى في الوريد الرئيسي ونزف دما وسابوه. حتى تحب تقول انه ركبوا توك توك، طبعا على ما وصل المستشفى كان مات، كان مات. فأركان جريمة متكاملة، إجرام لم أراه في حياتي، دي مش طفولة ولا رجولة. وكل جريمته انه المتهم الأول ضرب فتاة، دي جريمة. فالراجل كتب كلمتين، اللي اعتدي على حرمة يبقى حرمة، ايه المشكلة؟ ولكن شوف حضرتك والدائرة الموقرة في العجز اللي قدام حضرتك انك تديله العقوبة التي يجب ان توقع، وهو الاعدام شنقا. هو نفسه بقى تحول الى قاضي وجلاد. مين اداك الصلاحية دي؟ انك تحكم عليه بالقتل وتنفذ القتل. ايه ده؟ فين ده؟ في اني شرع؟ في اني غابة؟ لا. وانا لما انا جيت امريتش، عشان انا اسف قضيه اعلام، ولكن لما الاخوه الاستاذ المحامين بعتوا لي القضيه وقريت، لا دي ظاهره اجراميه لم تحدث، ودي اشاره لكل الشباب وابوهم وامهم. هو حصل ايه اللي حصل لاولادكم؟ ابنك ده ومعاه اتنين اصحاب علشان واحد كتب كلمه يحكم عليه بالاعدام، وهو اللي ينفذ الاعدام مع أصحابه، وكأن الدولة غابة فيها القانون، مفيش قانون، وكأن الدولة تحولت إلى غابة. وعشان كده الناس المتعاطفة مع هذا الشاب المجني عليه اللي هو فعلا شهيد الشهامة، كلنا متعاطفين معاه، بس كلنا عاجزين. هؤلاء يستحقوا الإعدام شنقا. وإذا كان القانون والدستور لا يسعف، مش هيسعف، إنما أنا متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيترك حق هذا الشاب اللي استشهد ولا جريمه ارتكبها. واحد ياخد راح ياخد درس، وانت متربص وانت مستنيه، طب انت ضربته اول مطوه وتعور في عينه، سيبه بقى. لا. وعشان كده السيد العميد او العقيد محمد سعيد داوود اللي كتب التحريات، عندما سئل عن قصد قال لك انا اقصد القتل، قصد القتل. طب هو جابه منين؟ من الاحداث نفسها. ما انا لو عايز اربيه خلاص ضربته مطوه، بقيت عنتر من شداد في تلا كلها، انا الراجل عنتر. لا انت مش عنتر. وهو لما وصفك انك حريم، هو للاسف اساء للحريم، لان في سيدات فاضلات، انت اسوأ من الحيوانات للاسف الشديد. انا طلباتي يعني العقوبه الاشد طبعا،
لان الجريمه مرتكبه الاركان. وفي ذات الوقت طريق الطب الشرعي متفق مع تحقيقات النيابه العامه المحترمه. وزي ما انا قلت الشرطه قامت بواجبها 24 ساعه قبضت على المتهمين بامر من النيابه العامه قبض واحضار. الشرطه قامت بواجبها تحريات محترمه ما جملتش حد. النيابه قامت بواجبها المعاينه والانتقال والطب الشرعي السريع. كل حد قام بواجبه فيما عدا القانون والدستور اللي انا حزين ان زغ دستور بلدي وقانون بلدي انا مش حاسس.